إذن الفيروس المخلوي التنفسي بينتشر بين الأطفال وبين كبار السن. طيب في المدارس بقى اللي حصل فيها يعني حديث كبير، حتى كمان المجموعة اللي تم عمل دراسة عليها كانت من داخل المدارس، طلبة المدارس. وزارة التربية والتعليم نفسها وجهت المديريات التعليمية إنها تطبق الإجراءات الاحترازية وهي بتتعامل مع الأمراض المعدية بشكل عام، طبعا أشهرهم هي الأمراض التنفسية اللي بتبقى موجودة مع بداية فصل الشتاء. طب إحنا عندنا امتحانات، الناس اللي هتتغيب والطلبة اللي هتتغيب عن امتحاناتها نتيجة إنها مصابة ببعض هذه الأمراض أو الأعراض، الوزارة قررت إنها تعقد امتحان آخر هتحدده المدرسة للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحانات الشهر، يعني هيمتحنهم في أوقات تانية بعد ما يرجعوا بالسلامة. طب خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجزئية دي وعن جزئيات أخرى مرتبطة بالموضوع اللي بنتكلم فيه مع الكاتب الصحفي الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم واللي معانا على التليفون. أستاذ شادي أهلا بيك معانا في حديث القاهرة. أهلا بيك أستاذة كريمة، تحياتي ليك للأستاذ المشاهدين. أنا هبتدي من آخر سؤال كان معايا للدكتور حسام، وهو هل حضرتك تابعت دعوات أولياء الأمور وبعض الأطباء أيضا لأن الطلبة المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي أو الأعراض بتاعته إن هم ما يروحوش المدارس؟ طيب لحد ما يرجع لنا الصوت تاني للاستوديو الأستاذ شادي، عايز أقول لحضراتكم إن وزارة التربية والتعليم من الأشياء المهمة اللي بيتم التعامل معاها خلال فترات انتشار الفيروسات بين الطلاب هي أن يكون في دايما إجراءات محددة معلن عنها لأولياء الأمور، ويا ريت بنتمنى على أولياء الأمور أن هم ما يخرجوش عن إطارها لأن في تواصل طول الوقت بينها وبين وزارة الصحة. وخلينا نكلم مرة تانية الأستاذ شادي زلطة اللي معانا على التليفون. أستاذ شادي أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ شادي. تابعتوا دعوات بعض الأطباء لأولياء الأمور والطلبة أن هم ما يروحوش المدارس إذا تم عندهم إصابة بالفيروس المخلوي التنفسي أو الأمراض التنفسية بشكل عام، شفتوها إزاي؟ هو الحقيقة أستاذة كريمة، يعني هي الوزارة تلقت يعني على مدار الأيام الماضية شكاوى من أولياء الأمور بتعرض أبنائهم لبعض حالات إصابة أو إعياء سواء متعلقة بدور برد أو الفيروس الجديد اللي حضرتك اتكلمت عليه. وطبعا الدكتور رضا حجازي يعني اصدر توجيهات النهارده منقسمه لجزئين مهمين. الجزء الاول متعلق ب عقد امتحان شهر اخر موحد تحدده المدرسه، بيقوم باعداد وموجه الماده بالاداره التعليميه، وهنا الحديث عن امتحان شهر نوفمبر تحديدا يعني. وهيبقى مخصص للطلاب اللي لم تمكنهم حالتهم المرضيه من حضور الامتحان، لكن بشرط بس ان يكون طالب بيحضر معاه شهاده تفيد العذر الطبي الخاص بيه. ده الجزء الاول. الجزء الثاني هو متعلق بتطبيق الاجراءات الاحترازيه الوقائيه في المدارس، وده تم اصدار كتاب دوري ليه النهارده، تم ارساله لكافه المديريات وتوجيه مديرين المديريات على الاشراف على تطبيقه بشكل كامل في المدارس على مختلف محافظات الجمهوريه. والحقيقه ان هو متضمن عدد من الاجراءات، ابرزها هو التاكيد على وجود الطبيب او الزائره الصحيه على مدار اليوم في المدرسه، والكشف على الطلاب بشكل دوري، والكشف على اي حاله اصابه او الاشتباه باصابه الطالب بحاله اعياء يتم الكشف عليه فورا وعزله في الغرفه الخاصه بالطبيب وابلاغ ولي الامر. هل من ضمن الاشياء اللي منشوره في هذا الكتيب هي ان في حاله انتشار العدد لاكبر لنسبه معينه مثلا يتم تعليق الدراسه في اي مدرسه او غيرها فيما يتعلق بالجزئيه دي، في اي ارشادات يا فندم؟ هو يا فندم هو الدليل خاص بوزاره الصحه والسكان، يعني هي الدليل متعلق بكامل بوزاره الصحه والسكان والمركز بشكل كامل على كافه الاجراءات الاحترازيه الوقائيه الصحيه. طب احنا بقى كوزاره التربيه والتعليم هل يا ترى عندنا اجراءات يعني خطه مسبقه اذا حصل اي نوع من انواع خلينا نقول انتشار المرض بين مجموعه من الطلبه في مدارس ما، واذا وصل لكم بالفعل اي احصائيات ان في مدارس انتشر فيها محافظات منتشر فيها، هل في المخططات وقف او تعليق الدراسه ببعض المدارس اذا فيها اصابات كتير؟ هو انا عايز اقول لحضرتك ان في تنسيق كامل ومستمر ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه.
التنسيق ده بيتم بناء عليه مشاركة المعلومات، وبناء عليها بيتم اتخاذ القرار المناسب. ولكن حاليا هي عايز أكد لحضرتك إن العملية التعليمية مستمرة ومنتظمة، ومفيش أي يعني أي إجراءات حاليا تعوق العملية التعليمية أو أي نية لتعطيل الدراسة، أو مثلا أو إن إحنا يتم اتخاذ قرار مثلا بإن الطلاب يبقوا موجودين في البيوت. طيب ولكن أنا هستأذن حضرتك بس، يعني هو من ضمن الإجراءات إن الطالب اللي بيشتبه في إصابته بحالة عياء أو إصابة سواء ببرد أو بفيروس، يعني هو تيسيرا على الطلاب ممكن ياخد اجازه في البيت لحين شفائه بشكل كامل، ولما يرجع المدرسه هيجيب الشهاده اللي تفيد العلاج اللي تم في الاطار دوت يعني. وهيلتحق بامتحاناته في وقت لاحق، لكن حتى الان ما فيش اي حصر لاعداد كبيره موجوده في المدارس، او ان في مدارس دون غيرها فيها مشكلات كبيره، المدارس بيمشي فيها الامور بشكل طبيعي حتى هذه اللحظه. بالظبط يا استاذه كريم. عظيم، احنا بنشكرك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. الامور وما يحدث على السوشيال ميديا من تضخيم لبعض الامور، الواقع بيقول زي ما ضيوفنا الكرام قالوا لنا. طيب